وصلنا لفقرة لمن يهمه الأمر، وحديثنا حيكون عن ازدياد حالات الإصابة بالملاريا في فصل الخريف وعلاقتها بفصل الخريف، وحنتناول مضاعفاتها والأعراض. ده كله حيكون معي داخل الاستديو مع دكتور رضوان يحيى، استشاري مكافحة الأمراض المتنقلة وخبير CDC. مرحبا بك ويسعد صباحك وصباح الخير ومنورنا. مرحبا بك أستاذنا عمر سوار الذهب، ومرحب بسودانية 24 وعبرها أنقل تحايايا لكل المشاهدين خارج وداخل السودان. مرحب بكم جميعا. مرحب بك، مرحب بك، يسعد صباحك. بداية يعني المحور الأساسي اللي نحن هنتكلم عنه هو تعريف للملاريا. الملاريا هي عبارة عن شنو؟ الملاريا أستهل التعريف بالملاريا في وحيدة المتنبي عندما قال: وزائرتي كأن بها حياء، فليس تزوغ إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا، فعافتها وباتت في عظامي، كأن الصبح يطردها فتمشي وتتركني بأربعة سقام. أبنت الدهر عندي كل بنت أو كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ الملاريا بتجينا ليس فقط الآن بالمساء عندما ينام الناس، لكن أصبحت ساكنة معانا في بلدنا، بدل ما كانت أصبحت متوطنة، يعني عندها بقت ثابتة من الثوابت، بدون جواز سفر، بدون جنسية، أصبحت معانا في بيوتنا، في محل عملنا، في محل إنتاجنا، في مواقع الدرس. لما الأستاذ يسأل الفصل بيكون فيه 30، في أثناء فترة زيادة انتشار الملاريا بيكون ما بين 20 21 22، بيكون في 8 9 غياب بسبب من 30 بسبب الملاريا. إذن هي موجودة في ورثتنا. تكلم عن الملاريا، الزول اللي بيتكلم برا الشبكة لأنه مصاب بنوع محدد من الملاريا، وهكذا. إذن الملاريا هي مرض وبائي ينتقل أو تسببه طفيليات لا ترى بالعين المجردة، بنسميها البلازموديوم. ونحن عندنا دائما في تعاريفنا إنه الملاريا دي بتسببها أربع أنواع رئيسية من البلازموديوم. هي بتكون السبب. أي هي دي بتسبب الملاريا. والملاريا لأنها حالة مرضية أكيد بيكون فيها حالة من الأعراض، فيما نعرفه بالأعراض. عشان كده يجيك مسألة إنه أمس وأنا بشاهد لي في فيديو جميل عن ملاريتي، ودي لعله ملاريتي دي يعني استهلال عمله البروفيسور عمر زايد بركة، له التحية من عبر هذا البرنامج. إنه بعضنا من السودانيين يجي يقول لك أنا ملاريتي دي، هو مصاب بنوع محدد من الطفيل بيعمل له أعراض معينة، لكن طبعا في أعراض مشتركة. الطفيليات عندنا أربعة: بلازموديوم بيسميه فالسيبارا، بلازموديوم فايفاكس، بلازموديوم أوفالي. دي أنواع. أيوة دي أنواع الطفيليات اللي بتسبب الملاريا دي. طيب نحن قبل ما نخش في أنواعها بالتفصيل، طيب فصل الخريف يعني علاقتها بفصل الخريف بالذات، يعني في كل عام اللي هو بتزداد في فصل الخريف بتلقى الناس دي كلها ملارياتهم دي مرتفعة شديد. ممتاز يا أستاذ عمر، لأنه سؤالك ده لأنه بيوضح لنا بالضبط نحن وضعنا شنو الآن، وليه دائما لما نيجي فصل الخريف بيتكلم عن الملاريا السودانية 24 تستضيف ناس عن الملاريا، الونسة كلها الملاريا زادت ونقصت. نحن بنقول إنه الملاريا دي عندها فصلين بتزداد بهم أهميتها وتزداد عددها ويزداد خطورتها. الفصلين ديل فصل الخريف لو سمينا الخريف فصل، والشتاء لو سمينا الشتاء فصل. يعني الشهرين ديل نسبتهم بتكون عالية. الفترتين ديل يات واحد أحس إن إحنا الآن في الخريف حتزيد حالات الملاريا. بزيادة حالات الملاريا
بتزيد الوفيات بتاعت بالذات الاطفال دون الخامسه والنساء الحوامل. ودي اهميه دي 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 دي, دي اهميه الملاريا بتكمن انها بتصيب لنا اهم شريحتين عندنا في المجتمع. صح. الخريف ليه بيزيد حالات الملاريا؟ نسبه لازدياد كثافه ناقل الملاريا. قبلك نحن في تعريفنا للملاريا قلنا الملاريا بتسبب طفيليات لكن بتنقلها بعوضه الانوفيلس. حفظناها ذاته من الابتدائي. ناقل الملاريا انثى بعوضه الانوفيلس. اتحقوا باللحم مرات باللحم بعد. صح 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 فعلي. ففي فصل الخريف بتزداد كثافه البعوضه الناقله للملاريا نسبه لازدياد مواقع توالد هذا الناقل. زاد الناقل وفر لنا حاجه اسمها في المعادله بتاعت نقل الملاريا الوبائيه الفيكتيريال كاباسيتي او وبائيه الناقل. وبائيه الناقل او وبائيه الملاريا بتزيد. يعني زادت كثافه البعوض بذلك يكون زادت احتمالية نقل الطفيل القبيلك اللي قلناه واحد من الطفيليات أو اثنين مع بعض. زادت احتمالية نقله من شخص لآخر لأنه الملاريا بتنتقل دائما من الشخص المصاب إلى الشخص السليم. ودي دائما بيجينا نقطة البنات في الداخلية. واحدة فيهم مصابة بالملاريا شديد زميلتها تشيل وتغطي فيها بالناموسية فالجماعة قالوا والله انت حنينة خلاص ما شاء الله مهتمة بالمصابة دي. قالت لهم والله مش عشان هي يعني مش عشان حنيتي لكن عشان ما تنقول لي ما تنقول لي الملاريا. نفس الفهم يعني الملاريا بتنتقل من الشخص المصاب للشخص السليم. يعني نحن لو قدرنا حمينا الشخص المصاب ده وغطيناه كده بنكون قللنا من احتمالية الإصابة بالملاريا. عشان كده الملاريا ارتبطت بالخريف نسبة لازدياد احتمالية نقل الطفيل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم خلال فترة الفيضان خلال فترة الخريف. نعم. والخريف برضو ارتباطه بالفيضان اللي بيؤدي للكسور وفقد الإنسان لمأواه. الزول انتقل من مأوى من بيته لمكان لمكان أكيد مؤمن إلى مكان اللي هو للعراء مثلا. قالوا مشى للأسد في بيته. يعني يقوم يمشي للبعوضة في مكانه لأنه معظم البعوضة اللي عندنا بيعتبر بعوض بنسميه أو الدور بيفضل إنه يكون قاعد برا ويجي بالأمسيات يجي داخل البيت عشان يفتش الفيكتيم ويفتش الإنسان دم الإنسان ده بالذات. رايك شنو الانسان بيمشي له محله اكيد ريحه قلل له فرصه طبعا. نعم. طيب انت قبل كنت بتحدث لنا عن انواع اللي هو الملاريا ذكرت لنا اربع انواع الطفيلين من الطفيليات يا ريت تعرفنا عليهم. شكرا جزيلا. السؤال ده أهم مهم جدا واهميته بتكمن في انه نحن بنقول بنقول ان عندنا اربع انواع بتاعت ملاريا. لما نشيل انواعنا دي ونجيبها للمواطن عشان نتكلم معه بنلقى روحنا وكانه بنتكلم لغه الطير. ما بيفهموكم. ما بيفهموني. طيب يعني مثلا تكون حاجه بسيطه مبسطه. أيوة كده نعم. انا ممكن اوريك انواع الملاريا اللي عندنا وانواع الملاريا اللي عند المجتمع. مثلا الملاريا اللي عندنا النوع الاول بنقولها ملاريا من نوع الفالسيبرم. طفيل الفالسيبرم. عند المواطن بسموه الملاريا الخبيثه اللي هو دي بياخذ فيها وخبيثه ليش نو؟ لانه بتطلع في الراس بتعمل له أيوة. بتجيب له الشبكات الخارجيه ودرجه حرارتها بتكون عاليه. وقبيلك ما ننسى قلنا الملاريا مربوطه باعراض اعراض سريريه. دي حنجيها ان شاء الله. ايوه الاعراض السريريه دي هنا في نوع الملاريا دي النوع الاول ده ونوع مهم جدا لانه بيطلع في الدماغ خطر برضه صح. خطر طبعا ده من اخطر انواع الملاريا. وده عندنا للاسف في السودان بالنسبه العاليه. زمان يعني قبل الالفينات كان موجود بنسبه اكثر من 85%. لكن بعد ذاك يعني قل النوع ده بنسبه من 85 ممكن يصل لغايه 80 او 75 وانا ما عندي ارقام اللي هو بحثيه دقيقه لكن دي اباوت يعني دي الافرج بتاع نسبتها. النوع الثاني
الملاريا البايفاكس. البايفاكس ده بنسميه لما نمشي للمواطن بيسموه الملاريا الحبشيه. ونحن بنسميه برضو اسم ثاني الملاريا الحميده. ليه بنقول لها الحميده؟ لانه نسبه الحمى بتاعتها اقل من نسبه حمى الملاريا الخبيثه الكبيره. وبعدين دي مشكلتها الملاريا الحبشيه دي او الملاريا الفايفاكسي دي مشكلتها انها بتقعد فتره طويله جدا عند الانسان لانها بتقعد في الكبد عندها دوره في الكبد. الدوره الرئيسيه لكل الانواع الثلاثه الباقيات كم؟ في الدم. دورتها في الدم الا الفايفاكسي دي عندها دوره في الكبد. الدوره بتاعت الكبد دي زي نظام يعني العاب النيران اللي بيعملوها الاطفال دي، قدر ما يطلع الخلايا من الكبد قدر ما زادت نسبة الإصابة، كأنه في إصابة داخلية بتجيك كل مرة. بنسميها الملاريا الرباعية، دائما بتكون قاعدة. النوع الثالث، هي النوع الثالث والرابع ديل، أو النوع الثالث والرابع لا مهمات في السودان لأن نسبة بسيطة جداً. طيب دكتور، يعني في فترة الكورونا كان يعني الزول بيجي بأعراض ملاريا، فبتكون بيقول لك دي أعراض كورونا، وهي أصلاً في البداية الملاريا، يعني علاقتها شنو بالكورونا؟ شكرا جزيلا على السؤال المهم ده يا أستاذ عمر، لأنه نحن دائما اتكلمنا حتى في بحوث كثيرة اشتغلت بتاعت علاقة الملاريا بالكورونا. الملاريا يا جماعة عندها 17 عرض مشترك مع الأمراض الأخرى، عشان كده في تعريفنا للملاريا إنه لأنه ملاحظ يا دكتور بدون مقاطعة كلامك، لكن أنت لما تخش المستشفى أول حاجة بيفحصوه عليك الملاريا. أيوة، لأنه أعراضها شبيهة لأعراض الكورونا في محلات. يعني عندنا 17 عرض مشترك مع الأمراض الأخرى، من بين الأمراض الأخرى دي الكورونا. مشتركين في شنو؟ في الكورونا في الحمى. الملاريا في تعريف من تعريفاتنا بنسميها هو مرض حمي. يعني ما في زول يجي يقول هو مصاب بالملاريا وما عنده حمى. لكن ما كل حمى ملاريا. الكورونا دائما عندها طبعا، هي لانه الكورونا الاصابه بتاعتها من شخص للاخر اصابه مباشره ومرض فيروسي، والملاريا مرض بكتيري. لكن بنلقى انه الفتيك التعب اللي بيصيب الانسان المصاب بالملاريا قريب جدا من التعب اللي بيصاب الانسان بالكورونا. الجسم وحتى نعم. بنلقى انه البيئه بتاعت الاصابه لمرض الملاريا دائما بيكون بيئات يعني طبعا مربوطه بنواقل، انه في مياه في هكذا. لكن المواسم، نحن قبل قلنا الموسم الاول هو موسم الخريف، الموسم الثاني هو موسم الشتاء. موسم الشتاء ارتباطه بزيادة حالات الملاريا، لأنه الناس من خارج المنازل اللي هو في الفناءات في جوا المنزل. أيوه، جوا المنزل تحت السراير والكراسي ورا الستاير في شنو؟ في البعوضة. أيوه، البعوضة اللي بتعض الإنسان ذاته تجيب لي الملاريا دي قاعدة هنا. يعني أنت جيتها برضو جيتها من سفر بعيد. الازدحام، تواجد الانسان في حته واحده في حته مقفوله مع الناقل، هي قريبه من الطريقه اللي ممكن يتم بها التفشي بتاع الكورونا والامراض المربوطه به. جميل. طيب دايرين نعرف اللي هو اسباب والاعراض بتاعت الملاريا. بعدك نجي للاستراتيجيات. جميل هذا، لانه ما كل واحد يجي يقول والله يا اخي انا الليله حسيت لي بحمى وحسيت لي معناه عندي ملاريا طوال، يروح شايل العلاج. واهم حاجه نعرف انه عندنا اعراض سريريه للملاريا واللي هو بيتم فيها وظواهر معمليه. بذلك يتم تشخيص الملاريا يتم عن طريقين مع بعض، يعني التشخيص السريري والتشخيص المعملي. التشخيص السريري بيتم عن طريق مراجعة الأعراض وربطها مع بعض مع الإنسان ذاته، اللي هو حمى نمرة واحد، في رعشة، في اللي هو تغيؤ، في إسهال، في تعب إعياء. زي ما يعني يذكروا لنا الناس مرات بيجونا بكمية من أنواع الأعراض، ودي ما معناها حقة الإنسان خاصة به الأعراض دي، لكن مرات كثيرة مربوطة بنوع الطفل
مرات كثيرة جدا بتكون مربوطة بأنواع المناعة العامة، مناعة القطيع الموجودة عند الإنسان. أما التشخيص المعملي وده مفروض على منطقة زي السودان، لازم يتم تشخيص معملي ليتم وصفك بأنك أنت عندك ملاريا. والتشخيص المعملي بيتم عن طريق المجاهر أو عن طريق فحص المناعة، مثلا لو اللي هو ICT. لو جاتني أي إصابة من نوع من أنواع الطفيليات الملارية المعروفة، بيكون الإنسان الجسم بيعمل مناعة، أنا ممكن أفحص المناعة وأعرف إنه طوالي أنا مصاب بشنو. إذا بيتم التشخيص بطريقتين، طريقة السريرية اللي هو بتاعت الأعراض والطريقة المعملية، ولازم يكونوا مع بعض. طيب المخاطر شنو مضاعفاتها؟ شكرا. مضاعفات الملارية يا جماعة بداية بالموت، يعني أكثر، والموت كمان للأسف الشديد لأهم شريحتين في المجتمع اللي هو الأطفال دون الخامسة والنساء الحوامل. بيكون من الإهمال أكثر صح؟ والإهمال نتيجة لتأخير، الإهمال في تأخير الوصول للتشخيص والوصول لمركز الخدمة الصحية المعنية. فخطورة الملاريا، الوفيات. اثنين، الملاريا مرض وبائي بيصيب مجتمع، وممكن يصيب، ممكن يكون بانديميك، ممكن يكون يصيب دول في لحظة واحدة. التفشي بيكون مختلف أنواع التفشي. طيب في حاجة معلش يا دكتور، يعني الفرق بينه وبين الملاريا الأسيوية ما يعرف. ما يعرف. ما يعرف. تقريباً ناقلة. أهمية سؤالك ده وأشكرك كثير جداً، لأنه بنسمع كثير إنه قالوا في ملاريا أسيوية جات البلد. أيوة. وفي قبلنا يا جماعة بما يعرف بالملاريا الحبشية، وقلنا لكم يا جماعة ما في حاجة اسمها ملاريا حبشية. لكن في ملاريا فايفاكس ارتبطت بتفشيها، ارتبط بمنطقه محدده مثلا زي الحبشه، وبعدين النتيجه لتواصل الناس. في حاجه اسمها الناقل الاسيوي. اليوم عندنا نحن بنتكلم وكثر خير مراكزنا البحثيه في السودان، عندنا مركز في سنار، وعندنا مركز في ود مدني، مركز النيل الازرق، كلهم بيتكلم الابحاث من البروفيسور عمر الفاتح مالك، ومعه الأطباء والدكاترة المساعدين، شغال لنا بحوث فيما يعرف بالاستفنساي، نوع من أنواع البعوض بيسموه البعوض الآسيوي. البعوض ده موجود في منطقة آسيا وفي السعودية، يعني احنا اشتغلنا في المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية وفي كثير من المناطق في السعودية. الناقل ده موجود، والناقل ده أقل أهمية وأقل خطورة من الأنوفيلس بتاعنا الأربينسيس. الأنوفيلس استفنساي يعني أقل خطورة من الأربينسيس اللي عندنا ده، العربي اللي عندنا ده، العربي ده داك ضعيف شوية الحسي، شغالين فيه أبحاث ده. خطورته وأهميته بتكمن في أنه لما يتدخل عنده مواصفات، عنده سلوك، السلوك بتاعه بيختلف من البعوض اللي عندنا، بيتطلب منك هزاته بينقل ملاريا لكن بأقل كفاءة. بس لكن لو داير انت تكافحه بتطلب منك اجراءات تانية، دي بتكلفك ماديا وبتكلفك علميا وبتكلفك في الزمن. طيب لياتو مدى ما موجوده في السودان نسبه انتشار؟ لغايه الان البحوث شغاله في هذا المجال، انه يعرفوا لنا نسبه انتشار الناقل ده. هو بنقول نفس الملاريا، نفس الانواع بتاعت الملاريا اللي عندنا، نفس الطفيليات بنقولها، كل الطفيليات بنقول الفالسيبرم، بنقول الفايفاكس، بنقول الاوفري، بنقول الميلاري. لكن نسبه وجوده في الخرطوم وفي الجزيره وفي طبعا متباين، بس نسبته لسه الان الدراسه شغاله عشان ما يورونا نسبه انتشاره كم، عشان ما يخلينا نحن نخطط التخطيط السليم ل مكافحة الملاريا بصورة. طيب عايزين يا دكتور يعني نعرف استراتيجيات اللي هو مكافحة الملاريا. طيب مطلوب شنو من الجهات لدرء هذه؟ شكرا. طبعا ده سؤال ذكي يا أستاذ عمر، لأنه من شقين. استراتيجيات مكافحة الملاريا المصابيها من منظمة الصحة العالمية ومن وزارة الصحة الاتحادية ومن القطاعات، ودور المواطن ودور الحكومة ودور المنظمات لهذه الاستراتيجيات. نحن استراتيجياتنا أربعة رئيسية. أول حاجة العلاج الناجع، توفيره العلاج الناجع. ونحن عندنا طبعا العلاجات عبر البروتوكولات المتفق عليها من وزارة الصحة. عندنا طبعا التشخيص السليم
ودي طبعا فيها ديبيت وفيها مشاكل لانه دائما ال نقول لك ملاريه ماسورتكم عندنا طبعا الناموسيات المشبعه باعتباره واحده من اهم استراتيجيات مكافحه الملاريا لكن دكتور بشوف انه الحكومه بيكون عندها دور كبير في الحاجه دي المفترض يعني توفر الحاجه دي اللي هو مثلا المواطنين طبعاً. يعني هسه حاليا في فصل الخريف في نشاطات بيقوموا بها اللي هو المواطنين او ابناء الحي اللي هو ممكن يوزعوا الناموسيات أكيد. ويجيبوا حتى مبيدات حشريه للحاجات دي اكيد لان المواطن لو جينا لادوار الحكومه دور المواطن دور المنظمات بنلقى انه ادوار متكامله ما في واحد بيقوم بعمل براو لوحده زي شعار الصحه العالميه سنه 72 انه الصحه سنه 79 انه الصحه مسؤوليه الجميع وبالجميع اي زول بيكون عنده دور المواطن عنده دور الان يا جماعه نحن في فصل الخريف ده وفي السيول والفيضانات الضربانه في الشماليه وفي نهر النيل وفي الجزيره وفي مناطق مختلفه في السودان اهم حاجه انه نستخدم الناموسيه المشبعه دي الاستراتيجيه الاساسيه في مكافحه الملاريا ومقابله هذا المرض الخطير الحاجة الثانية أدوار الحكومة في مسألة الملاريا دي بالذات في معايير الملاريا إنه لازم نحرك القوانين اللي بتقلل لنا مصادر التوالد الموجودة الأصلاً قاعدة زي الموجودة في المشاريع الزراعية الخيران وكذلك نقوم بالمصارف تصريف المياه الحاصل الحسي دي وفي أدوار ثانية من المنظمات إنه الحكومات بالذات حكومتنا صح. التوعية طبعا مسؤولية الحكومة صح. مسؤولية المواطن مع بعض لأن الملاريا دي يا جماعة 60% منها ما ميد يعني من صنع الإنسان بذلك لازم نوعي الإنسان بأهمية وخطورة الملاريا ومواقع التوالد الموجودة المنتشرة اللاساتك بذات ارتباط مواقع التوالد بالخريف إنه الأمطار لما تنزل بتنزل في العدة المجدعة تلقى علب الصلصة زي ما بنسميها زمان اللاساتك دي بدل ما نحرق سايا حقه نلاشيه والله لو قدرنا نتخلص منها بحيث انه ما تكون مصدر توارد افضل المنظمات يا جماعه مناشده لكل المنظمات العالميه والمحليه انه يساهموا في مساله الملاريا دي لانها يا جماعه زايده في زياده في حالات الملاريا بالذات نحن عندنا في السودان مع انخفاضه في العالم لكن في افريقيا وفي السودان نسبة في زياده وقدرنا عليها نحن من 2010 لغايه 2015 الملاريا انخفضت نسبه الاصابات انخفضت ل 41% ونسبه الوفيات انخفضت لاكثر من 80% ويعني قادرين انه بنقدر مع المواطن مع الحكومات مع المنظمات نشكرك جزيل الشكر على كل المعلومات دكتور رضوان يحيى إبراهيم استشاري مكافحة الأمراض المتنقلة وخبير CDC شكرا جزيلا نورتنا صباح الخير مرة ثانية شكرا جزيلا وشكرا لكم على حسن الاستماع والسلام عليكم شكرا جزيلا